صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه ثلاثة قرارات لسنة 2018. نص القرار الأول رقم 37 بإصدار الإطار العام لمراجعة أداء المدارس، جاء فيه أنه يعمل بالإطار العام لمراجعة أداء المدارس المرفق بهذا القرار، وذلك اعتبارا من فبراير 2019. ويلغى الإطار العام الموحد لمراجعة أداء المدارس الصادر بالقرار رقم 36 لسنة 2015، فيما نص القرار الثاني رقم 38 بإصدار الإطار العام لمراجعة أداء مؤسسات التعليم والتدريب المهني، حيث جاء فيه أنه يعمل بالإطار العام لمراجعة أداء مؤسسات التعليم والتدريب المهني في وحدة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني والتابعة لهيئة جودة التعليم والتدريب، والمرفق بهذا القرار، وذلك اعتبارا من فبراير 2019. ويلغى الإطار العام لمراجعة أداء مؤسسات التعليم والتدريب المهني والصادر بالقرار رقم 33 لسنة 2015. نص القرار الثالث رقم 39 باعتماد التقرير السنوي لهيئة جودة التعليم والتدريب لعام 2018، وجاء فيه أنه يعتمد التقرير السنوي لهيئة جودة التعليم والتدريب لعام 2018 وينشر وفق نظام مراحل إصدار تقارير المراجعات والامتحانات الوطنية لهيئة جودة التعليم والتدريب، والصادر بالقرار رقم 49 لسنة 2009.